السلام عليكم. اليوم لنا عودة إلى ملعب دويرة، وهذا جانب من الأشغال نتاع البارفي أو يعني الهياكل المعدنية والملحقات اللي راح تكون دائرة على كل الملعب، يعني وهي اللي سوف يكون فيها الملحقات نتاع الملعب، لأن المدرجات كما شفنا هي فارغة من تحت، ما فيهاش غرف ولا مساحات لاستيعاب كل ما هو ملحقات من غرف تغيير ملابس وكافيتيريات وإدارات، ويعني كل اللي شفنا يعني الملحقات اللي نشوفها في ملاعب أخرى لا توجد في ملعب دويرة. إذن فيه هذه الأشغال نتاع الهياكل المعدنية واللي تقوم بها شركة جزائرية، شركة او ان سي سي اللي المقر تاعها في واد سمار، واللي هي اللي تقوم بالاشغال الهندسية نتاع هذه الملحقات. وهنا نشوف بلي يعني لي زيطاج على مستوى المنطقة اللي فيها الفي اي بي، الهياكل هذه راح تروح على كل علو المدرجات، يعني اما المناطق الاخرى المتبقية من الملعب فيكون هذه الهياكل سوف تغطي نصف العلو نتاع الملعب، والنصف يعني النصف الاعلى يبقى مفتوح. اذا هذا هي الاشغال، وسوف هذا لي بلونشي او لي زيطاج هذو تاع الارضيات، هذو طبقات فيها يعني حوالي كاين 6 طبقات في المنطقه تاع الفي بي، وكاين 3 طبقات في المنطقه الاخرى، وهذه الطبقات سوف تغلف بالاسمنت ثم يؤخذ يعني بلاط اسمنتي، ثم يعني بالخرسانه، ثم توضع لي ريفيتمون سول، واللي يعني من بعد يصرى البرداج بالفيتراج افيك دي بانو فيتري دايرين على الملعب، ويكون الشكل جميل، يعني نفس النوع تاع الاشغال اللي موجوده في ملعب ملحقات تاع ملعب عنابه. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.